قصف مدفعي وصاروخي يستهدف الأحياء السكنية في مدينة إدلب ويستهدف المرافق الحيوية. كما ترون خلفي مشفى إدلب الجامعي استهدف القصف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية. هناك تشقيق صاروخي تواجه فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول إلى أماكن الرمايات أو القذائف التي سقطت في مدينة إدلب بسبب القصف المزدوج التي تتعرض له المدينة.